هشام عبود جيش يديرهم دوما الإرهاب يا ليش يديرهم هشام عبود جيش يديرهم دوما الإرهاب يا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة هشام عبود الصحفي الحر، كما رددها الشارع الجزائري، نفس الشارع اللي يردد تبو المزور جابوه العسكر ومخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية. في سهرة اليوم عدة مواضيع مهمة ومهمة جدا، وأهمها الموضوع اللي جاني في آخر لحظة وأنا نحضر لهذا اللايف. أنا كنت محضر يعني موضوع كموضوع رئيسي ميكانيزمات أو أساليب سرقة أموال الشعب تحت غطاء استرجال أموال المسروقة في عهد بوتفليقة. يعني سرقوا مرتين الشعب الجزائري، سرقوا في عهد بوتفليقة، وجاو هادو جماعة تبون وشنقريعة يزيدوا يسرقوه بشو زعما باش يجيبوا دراهم أخرين. مالي نتكلم على هذه بالتفصيل، ولكن موضوعنا الرئيسي اللي كيما نشوفوا هو نية الجنرال جبار مهنا، الجنرال المجرم جبار مهنا، في عرض اقتراح الحكم الذاتي لبلاد القبائل على فرحات المهني زعيم المارك. اقتراح عندي كل تفاصيل ديالو حسب ما وصلني، وطبعا الشيء اللي راهو يزعج في جبار مهنا هو اني نجيب حتى اسرار الاخبار اللي في جلسات مغلقه تخرج. نتكلموا في هذا بالتفصيل بعد ما نتعرضوا الى دعوه الجزائر الى تجميد عضويه اسرائيل في الامم المتحده. نتسائل كيفاش راح تكون هذه، الكل راح يتفاعل معاها. انت الجزائر هذه حتى يعني الدول العربيه الاسلاميه اللي دعاهم سي محمد عطار لمقاطعه لقطع العلاقات الدبلوماسيه والسياسيه والاقتصاديه مع اسرائيل ما جاوبوش معاه، راح يطلب المجتمع الدولي كامل باش يتجاوب. نشوفوا الموضوع هذا بالتفصيل على كل حال فيما بعد، كما راح نطرقوا الى موضوع التجارة بالقضية الفلسطينية، لان هذا وش عندهم راهم يتاجروا بالقضية الفلسطينية والبوليزارو يساوي، لانه البوليزارو راح ينتهي خلاص. مادام نتكلموا عن البوليزارو نتكلموا على عدم تفاعل صحف بودورو مع فتح مكتب لمنظمة وهمية تدعي أنها حزب ريفي يطالب باستقلال الريف المغربي. كل هذا رح نشوفوه. وكلمة ثانية على ضجيج دارت صحف بودور، وكنا ما عندهمش مواضيع يتكلموا فيها. ضجيج كبير دايرينه على لاعب فرنسي من أصول جزائرية يلعب فرنسا، ما كانش جريدة وموقع إلكتروني ما تكلمش عليه. وش كاين؟ نتكلموا عليه احنا بالتفصيل ونشوفوا علاش هذا الشيء هذا. وقبل ما ندخل في تفاصيل هذا المواضيع، هذه اليوم صورة معبرة جدا بعثها لي أخ متابعة نشكره، معبرة جدا عن صحف بودورو وقنوات العار والاستحمار. شوفوا هذه لافتة رفعت
في مظاهرة احتجاج لمواطنين يرفعوا فيها الحمد لله أن قنوة العار لم تكن حاضرة لتغطية ثورة التحرير 54-900 ألف. نعم، تصوروا لو قنوة العار وصحافة بودورو كانت موجودة في 54، لماذا كانت تنعت العربي بن مهيدي وبن بولعيد والثوار اللي شعلوا فتيل ثورة التحرير؟ كيش كانوا ينعتوهم؟ واش كانوا يقولوا عليهم؟ نفس الشيء اللي مرام يقولوه على الأصوات اللي تدين جرائم العصابة الحالية في حق الجزائر، في حق الجزائر. كيش منبطحين؟ شوف كيش منبطحين. نحمد الله انه هاد الناس يعني ما كانوش هاد الصحافة ولا ما كانوش موجودين في 54. نحمد الله. طيب بعد الهدية هذه ندخلوا تفاصيل، ولكن بالتفاصيل عندنا رسائل بعض المتابعين، إخوان المتابعين، وبطبيعة الحال تحية لكل الإخوان المتابعين على المباشر. ونبدأ بخونا MNRGB، عندنا مدة ما شفناهش. ألور في سؤال، هل فعلا كانت فكرة بوتفليقة لبومدين عندما تم طرد المغاربة من الجزائر عندما استرجع المغرب الصحراء؟ ما أقدرش أقول فكرة بوتفليقة، ما أقدرش أقول فكرة ناس كانوا في الغرب، ما عندي حتى فكرة، وبالتالي حاجة اللي نجلها ما أخذش فيها، كل شيء اللي عندي به دراية، لأن هذا العملية هذه طبعا تبقى بصمة عار في عهد الهواري بومدين اللي قدم الكثير للجزائر وكان حتى يعني سباق في بناء الوحدة المغاربية. هل كان بومدين على علم؟ هل لم يكن على علم؟ هل ما قدرش نجاوب على هذا؟ كما ما قدروش نجاوبوا على طرد الجزائريين في 94 من المغرب بعد قضية مراكش. يعني شوف الأنظمة تلاعب بمصالح الشعوب حسب أهمها. يعني نفس الشيء، هل الحسن الثاني كان على علم؟ ما كانش على علم. هل الناس اللي كانوا ظالم الحسن الثاني حابين يعكروا الأجواء؟ كاين هذه أمور. تمنى من الناس اللي كانوا حتى مثلا سواء في الطرف الجزائري او في الطرف المغربي يجي نهار ويتكلم، هذا اللي حتى تصفر الامور وكل شيء يتوضح للشعوب. ولكن يبقى سواء طرف المغاربه في 75 من الجزائر، خاصه من الغرب الجزائري، يعني العمليه الاغلبيه تمت في الغرب الجزائري، ما مسكتش العاصمه والشرق يعني. هذا عملية كما عملية 94 من المغرب اللي طردوا جزائري من المغرب، ما أثرت على العلاقات بين الشعبين، لأنه العلاقات بين الشعبين نقول شعب واحد، ما هو حتى شعبين، يعني نقول لك شعب جزائري وشعب مغربي أخوي، لا هذا شعب واحد. درجة تقولي نفس الأسماء نفس الألقاب راهي من الدولة في الجزائر في المغرب في تونس، نفس العادات نفس التقاليد نفس يعني كل شيء نفس العقلية. يعني كيف تقول لي هذا شعب وهذا شعب؟ هذا شعب واحد. أنا ما نامنش بأنه كاين شعبين أو ثلاث شعوب في منطقة شمال أفريقيا، خاصة بالنسبة للجزائر المغرب تونس، لا لا هذو نتشابهوا. تشوف الألقاب مثلا، الألقاب تاعنا ما تسيبهاش في موريتانيا، الألقاب المغربية ما تسيبهاش في موريتانيا، تسيبها في الجزائر.
وارقى بسبها في المغرب ونفس الشيء في تونس، ما سيبهاش في ليبيا. نوكت نفس نوكت عندنا في تونس، ما تسيبها لا في موريتانيا ولا في ليبيا، هذا لانه حتى هذا المغرب الكبير هذايا اذا اضفنا له موريتانيا وليبيا يبقى دائما ماهوش كما بلاتور. ما تقدرش اليوم نشوفوا من بعد نتكلموا عليها كانت تسالني قال حابين يعملوا بين الجزائر وتونس وليبيا يعني ثلاثيه مغاربيه يعني بيض. بون نكملوا نواصلوا توجيه التحيه للاخوان حكيم توابي، مراد غاريدي، محمد نصام، ما كاش منها اخي هشام جبار يكره فرحان. تعرف جبار قادر يعاود يتقلب، شي ما يمنع ماشي مساله الكرهون. بعد نشرح علاش هذه الفكره، انك ما تقدرش تقول كاينه ما كاش منها. انا عندي خبر نمدو من بعد مانع. لي زارغومون اللي مقدمهم مقدمينهم صحاب الخبر هذا يعني انت يلا ماهيش واحد يقدر يكلم ترى، لانه الناس من الداخل يعني يتكلم ماهيش حكايه في قهوه. ويعرفوا مليح جماعه جبار انه الايام هذه راه منزعجين مني الى درجه انه ابواقهم الدعايه واحد يقول لك راهم مغاربه يمدوا في الاخبار. اه وين المغاربه اخترقوا جهاز خارجي باش يمدوا الاخبار برافو عليهم، ونقول برافو عليهم. ولا خارجي يقول لك راهم جهات يستعملوا في هشام عبود باش ياثروا على القضاء العسكري باش يضامنا، لانهم هم كان ياثروا عليهم. ومن بعد نتكلموا شكون اللي راهم وراء هذه التسريبات، قولوا شكون وراء هذه التسريبات. تحية الفندق لرشيد زكي، أحمد غماري، عبد الوهاب بوميشي، تومرت بالقاسم من الحراش، نعم ياسا ممسي، نيميدي أن، مصطفى وليد، أنا شاطون، فيدال، نصر ناصر، ياسين الوافي. واليوم لاحظت باللي خويا مصطفى دحماني روازيام بوزيسيون ضربتها ميدايت برونز دحماني خويا مصطفى اليوم، يحيى 34، براجيه واعرين، سمات، حسن بوعنان، راهم محمد بومدي مصطفى ما طلع ميدايت دا برونز، ما عليه خويا مصطفى منين داك خلي شويه الخواء يكونوا من القدام، عدو الفريد، رضا بن المدينه، اولا عليلو، الله يسلمك خويا العزيز، وتحياتي لكل الاخوان اللي تابعوا على المباشر، اللي تابعوا المسجل، اللي تابعوا لي كابسول، اللي تابعونا على التليفون على التلفزيون. و نزيد انكور مره اخرى بالنسبه ل ديال يحيى مولود، لي بو بروبابل في بروبوسيون دوتونومي سو سيري اون بورت اوفيرت ا بوكو دوتر ريجيون. اون با بارلي دوتونومي، شو دوتونومي ني با اوتونومي، راهي لاسباني كلها دي ريجيون اوتونوم، لاسباني كلها سون دي ريجيون اوتونوم، وين لو بروبليم؟ لوتونومي نو سينيفي با لو سيباراتيزم، فوتيا سافا، ميم لي فيديراسيون. Beaucoup de pays sont des confédérations, à commencer par la Suisse, l'Allemagne, le Brésil. Il y a un problème. On a un complexe, on a une dictature, la moindre action, la moindre. On en parlera. Qui fait que le fikra hadi, le jabbar ou alash, d'abord le fikra hadi. فوالا تحياتي لكم جميعا من الوغ اونكور اون فوا كيما قلت ماذا بكم لو سون الصوت، لانه كان اخ يقرب لي الصوت راهو عندي ماهوش مليح ماهوش سمع مليح،
ماذا بيا نعرف هل الصوت راه مليح ولا ماهوش مليح. الله شرف مبروك اخويا علي عباس كذلك. جواد بلاله 5 سور 5، مصطفى الاحمدي 20 سور 20، مراد سعيد 5 سور 5، فوالا ياسين الوافي 100 سور 100، الاخر يقول لي مليح، لارقيت مصطفى دونك خونا اللي بعث لي يقول لي الصوت ما راهش مليح راه غدا راه غدا. اما المشكله راه عندك انت، اذا كنت تحب تشوش عليا ما نظنش الناس باش ناخذ عليك بشهادة الجميع راشد لوديني عبد المصطفى الناس كامل يقول لك الصوت جيد دونك صافا كانت تجي قلنا الصوت شوفوا حاجة أخرى. فوالا قبل ما ندخلوا في التفاصيل تاع المواضيع تاعنا ماذا بيا نوري لكم صور للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وتصوروا لحظه واحده انه تبون يعيش هذا الموقف في الجزائر. شوفوا هذا بعد الفاصل.